المنتدى المغربي الصحفي الشباب دار واحد التراكم ايجابي في هذا الترابط وفي الاشتغال على الترابط والوثيق ما بين مجال حقوق الانسان من جهه وحريه الصحافه او الاعلام بشكل عام من جهه. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. هذا الترابط حنا كنقراوه انطلاقا من زاويتين، الزاويه الاولى هو الزاويه المهنيه، انطلاقا من ادراكنا باهميه ان الصحفي خصو عند تغطيته للقضايا المرتبطه بحقوق الانسان خصو يكون عنده ضبط للمفاهيم اولا، وضبط ايضا حتى الاليات الامميه لحمايه حقوق الانسان والمواثيق الدوليه وغير ذلك. هذا الشيء خص يكون في الباك جراوند ديال الصحفي وفي الخلفيه ديالو المعرفيه من اجل تغطيه القضايا ذات الصله بقضايا حقوق الانسان. هذا في الزاويه المهنيه. وكاين الزاويه الاخلاقيه مرتبطه باخلاقيه المهنه، وهي على انه لا وجود لاخلاقيه المهنه معزل عن منظومه حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها. وحنا نعتبر على ان منظومه حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها هي العماد الاساسي لاخلاقيه مهنه الصحافه. هاد الندوه هادي كتجي في هاد الاطار هذا، كتجي انطلاقا من كنجيو على فيها نرصدوا فيها مجموعه من الاشكاليات ذات الصله بهذا المستويين اللي ذكرت، المستوى المهني والمستوى ديال الاخلاقيات المهنه، الاشكاليات المرتبطه سواء المستوى المهني على المستوى اخلاقيات المهنه اللي ارتبط، الاشكاليات التحديات المطروحه، وايضا الخروج واحد مجموعه من التوصيات على شكل اللي غادا تكون في الكتيب اللي غنصدروا عقب هاد الندوه هادي، مجموعه من التوصيات اللي ممكن تساهم تقدم اقتراحات من اجل تجويد الممارسه الاعلاميه في علاقتها بالتغطيه الصحفيه لقضايا حقوق الانسان. بالنسبه لهذا اللقاء، اولا التنظيم ديالو كيجي بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي لحريه الصحافه، واللي هو كما معروف يتزامن مع 3 ماي من كل سنه. الفكره الاساسيه طبيعه الحال تتعلق بالعلاقه الممكنه ما بين الصحافه وميدان حقوق الانسان. السؤال المطروح، هل يمكن للصحفي ان يكون محايدا في معالجته لقضايا حقوق الانسان بالرجوع الى الادوار التي يقوم بها الصحفي؟ هناك ارتباط جدلي او ارتباط وثيق بالقضايا التي يتناولها الناشط في حقوق الانسان مع الممارس لمهنه الصحافه والاعلام. اذا ما هي القضايا التي تشارك فيها كل من الصحفي والناشط الحقوقي؟ طبيعه القضايا باعتبار ان الصحافه تدخل في جانب المتعلق بحريه التعبير، حريه التعبير هي مبدا من مبادئ حقوق الانسان، ولكن بالنسبة للصحافة إن كانت جزء من حرية التعبير فإنها في نفس الوقت تعد أرقى ممارسة لحرية التعبير، وهي الصحافة، ونعني بالصحافة جميع وسائل الإعلام سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق الصورة أو عن طريق الإبحار في الشبكة العنكبوتية. إذن ما نريد وبالفعل أنه توفق المنتدى المغربي للصحفيين الشباب في إثارة هذا الموضوع حول الإعلام وعلاقته بحقوق الإنسان، فنحن في حاجة إلى تجسير العلاقة ما بين المشتغلين بموضوع حقوق الإنسان وكذلك بين المشتغلين في ما يسمى بمهنة المتاعب أو السلطة الرابعة التي تحولت الآن في إطار هذه الثورة التكنولوجية إلى سلطة أولى، وإن كانت بمفاهيم ووظائف متعددة. إذا هناك مجموعة من المداخلات خلال هذا اللقاء سوف تقارب الموضوع من زاوية إعلامية، وكذلك هناك مداخلات لبعض الأساتذة المختصين في الجانب السوسيولوجي الذين سوف يثيرون القضايا المرتبطة سواء بالإعلام أو قضايا حقوق الإنسان. موضوع الندوية دونك يقارب تمفصلات حقوق الإنسان بالمشهد الإعلامي بالمغرب. سوف أتناول علاقة وتمفصلات خطاب الكراهية بالممارسات الإعلامية من خلال تمظهرات هذا الخطاب على الساحة الإعلامية المغربية، لا سيما في شكله الذي يحيل على التنمر، على التراتبية، على العنصرية، على الإكزينوفوبيا، وكذلك على التمييز. واقع المجتمع المغربي جعل من هذه التمظهرات
حالات وظواهر مجتمعية قائمة بذاتها، لا سيما أن المغرب انتقل من دولة للعبور إلى دولة للاستقرار، استقرار المهاجرين. هناك آليات معترف بها دوليا لمحاربة خطاب الكراهية في المشهد الإعلامي، منها خطة الرباط، منها العهد الدولي ل 2019، وكذلك فصول 19 و 18 و 20. لكن ما يهمنا هو تبيئة هاد القوانين التشريعية لكي تلائم الحالة المغربية. لكن من الضروري التذكير بأن في المغرب ليس لدينا دليل حول خطاب الكراهية. المؤسسات المعنية لم تحدو حدو بعض المؤسسات كما في بلدان أخرى، على أساس أن تخرج لنا تقريرا سنويا عن خطاب الكراهية، لأن مسألة الكراهية ليست مسألة عابرة، بل هي تمس قضايا جوهرية في المجتمع المغربي، كمسألة العيش المشترك والرابط الاجتماعي والتعايش. الندوة اليوم التي نستقطب فيها أسماء وفاعلين مهنيين وباحثين معروفين تأتي كما هو معلوم لديكم في إطار عريض، هو العلاقة التي تلعبها أو العلاقة القائمة بين الصحافة وحقوق الإنسان، أو بطرح آخر هو العلاقة التبادلية أو التكاملية التي تلعبها الصحافة مع حقوق الإنسان، وذلك على مستوى ترسيخها وتعريفها ضمن الأدوار المنوطة بنا نحن كصحفيين في المجتمع. فكما هو معلوم لديكم من أدوار الصحفي التأطير والتوعية والتثقيف، وهذه الأدوار كلها لا تنأى بحال عن التعريف بحقوق الإنسان ضمن جدلية تتعلق بمجموعة من المواضيع الجدلية التي يعرفها المجتمع والتي تعتمل في المجتمع، خاصة في الظرفية الحالية التي نعيشها. لذلك فأن يجتمع هذا القدر من الباحثين في هذا اليوم وتحت هذا السقف فهو أمر مهم لنا نحن كمهنيين، ومهم كذلك للرأي العام بشكل خاص بالنظر لأهمية وأولوية وملححية موضوع هذه الندوة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.